الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إضاءات حول المدونة. حلقة اليوم مشاهدي الكرام غنخصصها للحديث عن موضوع زواج القاصرين كما نظمته مدونة الأسرة وبين الواقع العملي لهذا الزواج. لماذا هذا الموضوع؟ لأنه كطرح عليه واحد العدد ديال التساؤلات والإشكالات من طرف المواطنين وكذلك من طرف العديد من الباحثين. بداية، شنو هو المقصود بزواج القاصرين والقاصرات؟ كما كنعلموا مشاهدي الكرام أن مدونة الأسرة حددت سن الزواج القانونية في 18 سنة، بمعنى أنه يحق لكل من له 18 سنة شمسية كاملة أن يتزوج. لكن نظرا لأن هناك استثناءات على مستوى الواقع الاجتماعي المغربي، فالمشرع المغربي ارتأى أنه يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن ينزل على هذه السن ويعطي الإذن لزواج بعض الناس اللي ما وصلوش سن 18 سنة. هؤلاء هم اللي كيتسموا قاصرين عن سن الزواج أو قاصرات عن سن الزواج، بمعنى يحق لهم قانونا أن يتزوجوا بعد حصول على إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج في إطار هذه المسطرة. هذه المسطرة هذه مشاهدي الكرام عرفت واحد نوع ديال الارتفاع من حيث العدد، بحيث أنه على مدى سنوات منذ دخول مدونة الأسرة لحيز التنفيذ من سنة 2004 إلى الآن، كنلاحظوا دائما بأنه السقف ديال هذا الزواج ديال القاصرين يتجاوز أحيانا 30 ألف إلى 35 ألف حالة زواج قاصرين وقاصرات على المستوى الوطني وخاصة في صفوف الفتيات. وهناك يتسألوا واحد العدد ديال المواطنين وكذلك عدد الباحثين، شنو هي الأسباب؟ ما هي الأسباب ديال ارتفاع ديال زواج القاصرات بعد صدور المدونة؟ من خلال الدراسات والأبحاث اللي قاموا بها مجموعة من الدارسين وكذلك من خلال تتبع الملفات التي تروج أمام أقسام قضاء الأسرة، كيتبين بأن هناك واحد العدد ديال الأسباب، إما اجتماعية تتعلق بالوضعية الاجتماعية للفتاة الراغبة في الزواج، خاصة ما يتعلق بالمستوى الاقتصادي والمعيشي ديال الوالدين ديالها خاصة في البوادي، حيث كنعرفوا أنه ربما نظرا لظروف الاجتماعية وظروف الاقتصادية الخاصة بهذه الأسر فكترغب باش أنها تزوج البنات ديالها في سن مبكرة. أيضا هناك عقلية سائدة لدى واحد العدد ديال المواطنين والمواطنات سواء ذكورا وإناثا. بالنسبة للإناث ربما واحد العدد فيهم كيشوفوا بأنه عندهم خوف وهاجس من عدم الزواج، وبالتالي ربما حينما تتاح لها أول فرصة ما كتقول هذه الفرصة الملائمة والمناسبة من أجل أنها تعقد القران ديالها وتزوج، وهذا ليس فيه عيب، لكنه احنا كنعرفوا بأن هذه الأمور ترتبط به عدة صعوبات ومشاكل سنبرزها بعد قليل. ثم أيضا كاين عقليات عند بعض الذكور اللي كيرغبوا ربما في الارتباط بفتيات صغيرات السن ربما أقل من 18 سنة، وهذه عقلية سائدة على مستوى المجتمع المغربي. ربما هو كيقول لك بأنني بغيتها صغيرة باش نربيها على يديا أو غير ذلك من المقولات السائدة على المستوى الاجتماعي والتي تتردد هنا وهناك، بالإضافة إلى مسائل أخرى كترتبط ربما بحصول بعض المشاكل بين الطرفين، خاصة إذا كانت هناك علاقة جنسية غير شرعية أو خارج إطار الزواج، وبالتالي العائلات كيقولوا في إطار إصلاح الجرة كما كنقولوا كيحاولوا باش أنهم يديروا هذه المسألة ويستعجلوا بعقد القران قبل بلوغ السن القانونية. إذن هذه كلها أمور كنشوفوا بأن عندها علاقة بمسائل اجتماعية اقتصادية نفسية. لكن بعض الناس أيضا كيطرحوا واحد التساؤل، واش هاد المسألة عندها علاقة بتساهل القضاء المغربي في منح الإذن لهؤلاء القاصرات بالزواج؟ بمعنى أنه هذا بين قوسين نوع من اتهام لقضاة الأسرة المكلفين بالزواج بأنهم كيتساهلوا في هذه المسطرة هذه. لكن من خلال التتبع، من خلال الدراسة، عديد الباحثين كيأكدوا بأنه المسطرة يتم احترامها بحذافيرها، بمعنى أنه قاضي الأسرة المكلف بالزواج يلتزم بما جاء في القانون. ما جاء في القانون هو أنه كيكون واحد طلب كيتقدم به الولي الشرعي لهذه الفتاة، وكذلك كيتم جلسة مغلقة في غرفة المشورة ويتم الاستماع إليها واستقصاء
آرائها ومعرفة واش هي راضية وراغبة أو أنها تعرضت لضغوطات أو غير ذلك. ثم أيضا كينظر في مدى قدرتها لتحمل أعباء الحياة الزوجية. باش يستكمل الرأي ديالو كيلجأ إلى إجراء مجموعة من الخبرات، منها خاصة الخبرة الطبية اللي كتتعلق بالقدرة الجسدية والقدرة على الإنجاب. إذا الطبيب محلف ولي كيأكد ليه بأنه هاد البنت عندها قدرة مثلا بأن تتزوج ولو في هذه السن. يمكن أيضا أنه يلجأ إلى بحث اجتماعي بواسطة مساعد اجتماعي أو مساعد اجتماعي اللي كيشتغلوا الآن في أقسام قضاء الأسرة. هاد الدور ديالهم شنا هو؟ هو أنهم كيتنقلوا إلى بيوت هؤلاء القاصرات أو القاصرين وكيجلسوا معهم وكيشوفوا مدى استعدادهم فعلا إلى هذه المسائل المتعلقة بالزواج وتحمل المسؤولية دياله وغير ذلك من الأمور التي يتم بحثها في هذا الإطار. إذن هنا قاضي الأسرة مكلف الزواج من خلال استئناس بهذه البحوث وتحريه في المسألة، فأنذاك عنده سلطة تقديرية من أجل أن يمنح الإذن أو أن لا يمنح الإذن. ففي غالب الأحيان من اللي كتكون القاصرة بعيدة كل البعد عن سن الزواج اللي هو 18 سنة مثلا، اللي تقدمت بطلب ديال 18 سنة أو حتى 16 سنة، غالب الطلبات كتكون مرفوضة. لماذا؟ لأنها كتبين بأن هذه الهزرة الطفلة لا تستطيع أن تتزوج. لكن في حال ما إلى تبين لي بأن هذه المدة الفاصلة بين طلب يعني زواج القاصرة والسن القانونية مدة يسيرة وبناء على البحوث المنجزة، ففي غالب الأحيان كيمنح الإذن لهذه القاصرة بالزواج. بمعنى آخر مشاهدي الكرام، أن المسطرة كيتم الاحترام ديالها بحذافيرها ويتم إنجازها بكل دقة وبكل موضوعية وبعيدا عن أي محاباة لهذا الأمر. لكن مع ذلك هذه المسائل كترتفع والناس كاين هناك إقبال على هذه المسطرة بهذا الشكل الذي نراه في مجتمعنا. سؤال آخر يطرح مشاهدي الكرام، أمام هذا الارتفاع والتزايد ديال هذه النسبة، هذه هناك مجموعة من النداءات التي تنادي بإلغاء منح الإذن لزواج القاصرات. بمعنى أنه ما بقيش نسمعوا للقاصرين أو القاصرات بالخصوص باش أنهم يتزوجوا، لكن كنعرفوا بأن دائما كل ممنوع مرغوب كما يقال، وبالتالي فالإلغاء ليس حلا. ولكن هناك في المقابل أطراف في المجتمع المغربي تنادي بضرورة تعديل أو ترشيد هذا الزواج ديال القاصرات وتهديبه باش أننا نوجهه الوجهة السليمة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية التي ممكن أن تساعد في تقنين هذا الزواج وترشيده. إذن هناك على المستوى القانوني يمكن إصدار قانون يحدد السن القانونية الأدنى لزواج القاصرات بحيث أنه كيخضع عليه القضاء ولا يمكن تجاوزه، وهذا الأمر هذا موكول التشريع المغربي من خلال ممثلي الأمة في البرلمان اللي من حقهم باش أنهم بناء على ملتمسات أو مقترحات التي يمكن أن يتلقوها من أي جهة من الجهات التي تعنى بالتشريع باش أنها تعدل هذا الأمر هذا. هذا على المستوى القانوني. لكن على المستوى الاجتماعي والمستوى التربوي والنفسي كاين أمور أخرى وتدابير وقائية ينبغي القيام بها. أولها تشجيع القاصرين والقاصرات على التمدرس وعلى التكوين المهني من خلال تشجيعهم على أنهم يكونوا الدوات ديالهم، ينكبوا على الدراسة في هذه الفترات اللي هي فترات ديال التحصيل، ديال بناء الذات، ديال بناء المعرفة، ديال الازدياد في هذه المعرفة، بحيث أننا كنعرفوا بأنه الإنسان فعلا إذا كان عنده طموح وأراد أن يستكمل دراسته باش يوصل لمستويات عليا فيمكن أن يمتد به العمر حتى 23 سنة أو 25 سنة، وهكذا كيكون وصل واحد درجات إما متوسطة أو حتى عالية على مستوى التكوين العلمي دياله، وهذا قد يساعده كثيرا في الاندماج في حياته الاجتماعية مستقبلا. صحيح أن الدولة تقوم ولله الحمد بعدة مجهودات جبارة في نشر التمدرس خاصة على مستوى البوادي المغربية، كنلقاو الآن في عدد كبير من المراكز اللي هي قريبا من بوادي ثانويات وإعداديات، هذا كله كيساهم من أجل نشر التمدرس وتشجيع الفتيات والإقبال عليها. لكن هذه المؤسسات بطبيعة الحال لا يمكن ملؤها من غير تشجيع الآباء وأنهم يقتنعوا بضرورة دفع الآباء البنات ديالهم باش يكملوا الدراسة ديالهم، يكون عندهم طموح من أجل أنهم يقرأوا ويزيدوا يتكونوا، ويكونش الهاجس الأساسي دائما ديالهم وأنهم إمتى غادي يتزوجوا، لأن هذا النقاش دائما قد يطرح على الفتاة وكيشكل لها واحد نوع من الضغط النفسي والاجتماعي وبالتالي يجعلها أنها تفكر في الزواج مبكرا. مسألة ثانية يمكن القيام بها من خلال مجموعة من المؤسسات سواء الرسمية أو الخاصة أو حتى جمعيات المجتمع المدني، وهو العمل على تأهيل المقبلين على الزواج.
تأهيلا قانونيا واجتماعيا ونفسيا وتربويا، بحيث أنه هاد الناس تخصي تعرفوا بأن مؤسسة الزواج راه مسؤولية وليست فقط مجرد نزوة أو شهوة يمكن قضاؤها، باعتبار أنه هذا الأمر هذا يتطلب أن الإنسان يكون مستعد بما فيه الكفاية للانخراط في هذه المسؤولية. سيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى من يتكلم على الزواج ونادى الشباب قال: ما يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن الباءة هذه مسؤولية، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، بمعنى أنه تكاليف وتبعات قد تمتد وقد تستمر لسنين وفترات على حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وهذا الأمر هذا يحتاج إلى ضرورة بناء معرفي وبناء ذاتي وتأهيل كامل لهذا الأمر. ثم مسألة أخيرة يمكن القيام بها في هذا الاتجاه، هو أنه لا بد من المكاشفة والمصارحة مع هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيان والفتيات، وهو أنه خصنا نعرف بأن زواج القاصرين كيكون دائما محفوف بكثير من المخاطر وكثير من المشاكل، منها على الخصوص عدم تكافؤ سن الزوجين، لأنه حسب الملفات الرائجة من المحاكم كنلقاو بأنه ربما يصل حتى إلى أكثر من 10 سنوات أو 10 سنوات، إذن هذا جيل كامل وهذا اختلاف العقلية وغير ذلك، وبالتالي سيؤدي إلى التوتر وسيؤدي إلى عدم استقرار وسيؤدي إلى سوء التفاعل فيما بين الزوجين، قد يؤدي إلى العنف الزوجي سواء اللفظي أو المعنوي أو غير ذلك، قد يؤدي أيضا إلى الطلاق المبكر، وهذا تشهد عليه كثير من الحالات ديال الملفات ديال زواج القاصرين من خلال الإحصائيات الرسمية ديال وزارة العدل، أنها في الغالب الأحيان في السنة الأولى أو سنتين تنتهي بالطلاق وربما أقل من ذلك بكثير. ثم هذا أيضا لابد أنه كتنتج عليه واحد الصعوبة ديال استئناف علاقة زوجية جديدة نظرا لأزمة اللي ممكن يعيشها سواء الرجل أو المرأة، لأنه فشل في بداية حياته، وحنا كنعرف بأنه هذه المسائل عندها يعني تأثيرات سلبية على المستوى النفسي والاجتماعي. بالإضافة إلى هذا، ولنفترض أن الحياة الزوجية استمرت، فهناك مخاطر على الصحة الإنجابية وخاطر الولادة المبكرة بالنسبة للفتيات اللي كيولدوا، وهناك إحصائيات كتشير إلى أن أمهات كثيرات قاصرات كيتوفوا بسبب الولادة المبكرة. إذن هذه المعطيات كلها مشاهدي الكرام كتبين بأن هذا الأمر هذا يحتاج إلى جهود متضافرة باش أننا نكون فعلا عند روح التشريع الذي جعل استثناء من هذا الأمر ولم يجعله قاعدة، ما نحولوش إحنا إلى قاعدة كسلوك مجتمعي. مشاهدي الكرام أكتفي بهذا القدر في حلقة اليوم، وإلى اللقاء في إضاءة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.